واليوم ما نجينا حرفيا هالمرة نبغى بس لعب، كله لعب كله طاقة. أهم شيء سامي ما تقول موثقة. يعني يا جماعة مرة حلو، يعني كفاية إنه إحنا ما كنا مخططين عليه، كنا بنروح مكان ثاني بس كان زحمة ويعني قفلوا المكان، فهذه خطة بي. يعني القهوة كلها حليب، أخيرا وصلت. والحين في عرض حرفيا ما ندري وشو، يعني العرض بس يلا نشوف مع الموجودين. اقدر اخذه كرة سلة، ادعوا اني افوز فيها. يا اللعب شوفوا، يلا والله يلا عمر يلا روحي. يلا 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 ما بقي شيء، ما شاء الله ما شاء الله. اهم شيء عززوا له. أهم شيء لأن أخواني جم هالمكان قبل وأنا ما كنت معهم، طبعاً كان عندي دوام فعارفين كل شيء. أنا الحين جاية معاهم بس جالسة أتفرج، يقولوا لي هذا مدري إيش هذا مدري إيش، تعالي هنا. إيه تخيل ما يصورون، أنا منبهرة في المكان وهم عاد يصورون عارفين كل شيء. هذه الزحمة حصلنا لنا حجز يعني، فيا جينا نفطر هنا. أخيرا وصل. هاي جادرز، اليوم جينا البياكة لأنه حرفيا مرة من زمان كذا ودنا نسترجع الكويت شوي، فا يا والله بس والله بس مرة عاجبني الإضاءة جالسين نصور. وأخيرا وصل، طبعا مرة حرفيا من زمان، عنه صار لنا كم ممكن في الكويت، هذه آخر مرة. الحين هي قدامي تبيني اصورها صور يعني حلوة، وانا جالسة اصور فيديو لليوتيوب. ربي بتنهار تصوير ياه روعة. انعكس وجهها طبعا، راح ينقص اللي فات انعكس وجهها على جوالها. ليتس جو على البوليفار. طبعا اهم شيء سلك الشاحن.
يا اخوان قاعدين بس صوري 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 صوري. طب يا جماعه خلوني اشوف خلوني اشوف وين نصور. هم لا صوري 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 عشان ما يصير زحمه بالله. الحلو انه باقي ما صار في زحمه، يعني الناس فاضيه واخذ راحتي يعني بمشي وبالتصوير وكل شيء، لانه اذا كان زحمه ما ينفع صور كثير. معك مش سياحه دبدوب اللي ابغاه، طبعا لعبتها لعبتين وما فزت فيها. وبكذا اقدر اقول انه انتهى يومنا بالبوليفارد. ابوي حتى كلام ما عارفه اتكلم. فخلاص الحين خلونا نشوف بي 1 اي معي السياره وخلاص انف. اليوم كثر خيرنا مره، كثر خيرنا من صباح من جد من صباح. تدرون اني اتصلت عليهم اليوم نفذت جعت فجاه واحس خلاص ما اقدر. طبعا اليوم جينا الحين بنتغدى لانه حاجزين على البوليفارد، فطلعنا عشان نتغدى وبعدها بنروح يعني على البوليفارد على طول. مو البوليفارد انترناد عفوا. فايه طبعا ربع اختي جاية هنا عشان ستاربكس لانه ما عندهم ستاربكس. طبعا يا جماعة المطعم فجأة يبغى يغيرون وما عجبهم المنيو، وانا حصلت مطعم سوشي فيا مرة من زمان حرفيا من زمان عن السوشي. فاي بدخلهم مطعمهم وانا بنزل اطلب لي سوشي. بس والله صورنا تو كم صورة مرة حلوة، بحط لكم اياها الحين هنا كم واحدة. واخيرا مرة مشتاقتش زمان عندي أخذت السوشي حقي. طبعا الحين بطلع لهم فوق عشان كلنا يعني كلنا في سوا.
شاي حرفيا على كثر ما تكلموا عنه هذه اول مره اجربها او اجربه بالاصح. فيا هذه ثاني لعبه بنركبها لليوم لانه اغلب الالعاب اللي بيها انه خلاص صارت فل ما يمدي نوقف سيره او شيء يعني. ف علي هنا تصورهم ياخذون الصوره من هنا. فاعتقد انه الحين احنا بنسوي نفسه بناخذ صوره بنطبعها للذكرى. واحنا ما خلينا شيء ما صورناه بس غير لما تكون صوره مطبوعه. وحتى احنا اخذنا صور لنا فيا الحين حابين ان نطبعها يعني. وطبعنا صورتين هذه كذا وثانيه اخذناها اطار مره يجنن يفتح النفس. كل اللي يجي هنا لازم يلقطون هالصوره مره حلوه. نترقب الزومبيات يطلعون عشان نصورهم يسوون كش. يا جماعة انتهى يومنا والله الحمد. طبعا انتهى وانا معي دبدوبين صغار وانا كنت ابغى المنكي الكبير. اوكي المهم انه مرة كان يوم حلو مرة 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 يوم حلو. اهم شيء اني انا ما اطلع من الرياض الا معي دبديب. في واحد ثالث كمان صغنطوط. المهم انه ما ودي كان اطلع حرفيا ما كان ودي اطلع من وينترلاند. مرة ونيسة 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 بشكل مو طبيعي. ايش كنت بقول لكم بعد؟ يا رب اني اتذكر السالفه. اي تخيلوا جوالاتنا كلها طفت شاحن خلص وحتى الشاحن المتناقل اللي معنا كلها خلصت متخيلين. فاحس الوضع too much من كثر ما صورنا من كثر ما لعبنا من كثر ما وقفنا سرة. طبعا احس السرة مره too much يعني الاسبوع هذا عشان اجازه بس اللي قبل كان عادي. جينا كافي تي عشان شنو؟ عشان نروق اقدر انزل الستوري انستغرام. حرفيا بس كنت اصور اليوم ما نزلت ولا شيء ولا منتج ولا شيء.
الحمد لله على سلامتي. I miss you. وحشتني وحشتني غرفتي. طبعا دباديب جديدة للغرفة. Oh my god. احس اني بنام نومتي يوم كامل. يوم كامل حرفيا بختفي عن السوشيال ميديا شوي. يوم كامل ننام فيه. اريح سرجع طاقتي. عشان نرجع للشغل. هاي وعدت لكم من جديد. حرفيا ما اتذكر شنو اخر شيء صورت لكم. بس حبيت اني انهي البلوك الحين يعني بما انه خلاص مرة طفيت مرة 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 طفيت بشكل ما تتصورونه. فيا كذا يكون وصلت لنهاية الفيديو. اتمنى لكم استمتعتوا. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة ولا تنسوا بعد انكم تجون الرياض لانها شيء خرافي حرفيا مرة مرة شيء خرافي. ودي اسولف لكم اكثر بس النعس مرة طاغي مرة طاغي. فيا اتمنى لكم يوم حلو. الى اللقاء في فيديوهات قادمة.